تتواصل من داخل أرضية الميدان وفية الإشارة وانطلق الشوت الحادي عشر المخصص للبكار للأصوات الشعبية من طلاتات وتحديات هذه الأسماء وهذه الشعارات التي انطلقت واندفعت بالتحدي. نبدأ ونتعرف مباشرة المقدمة شواهين راشد بن سعيد الخديعة ينطلق معنا بشواهين. المركز الثاني وصلت جماري محمد بن زايد بن كروز. المركز الثالث وصلتنا الجين لكاظم بن علي بن حمد البهيلي ينطلق معنا من الجين. المركز الرابع وصول ودخول وصلت الشهيري محمد بن سالم بن حمد التوم. المركز الخامس والانتقال الى المركز الرابع وصلت حماس لعبد الله بن عامر بن حسن الجفار النعيمي. هذا هو النداء لتلك الاسماء التي انطلقت واندفعت. ولكن اعود الى المقدمه شواهين راشد بن سعيد الاخديعه ينطلق معنا بشعاره. المركز الثاني من تحولت نجتين كاظم بن علي بن حمد الفهيدي ينطلق معنا بنجتين. المركز الثالث وصول ودخول القماري محمد بن زايد بن كروز. الرابع وصلتنا فيه حماس عبد الله بن عامر بن حسن الجفال النعيمي. والمركز الخامس وصلت فيه هنا طياره محمد بن يوسف النعيمي. الاسماء التي حضرت وال500 متر الاخير التي تبقت لنا عن ناموس هذا الشوط بهذه التحديات وهذه الاسماء وهذه الانطلاقه لمن ستكون ما شاء الله. وختام مسك اصواتنا لهذا الصباح وهذه الانطلاقات التي تتواصل من داخل ارضيه الميدان. نعم شواهين راشد بن سعيد الاخديعة ينطلق معنا بشواهين ليكون حاضرا من الثلاثمية متر الأخيرة. من تحاول نجين لخالي كاظم بن علي بن حمد الفهيد ينطلق معنا بنجين ليكون حاضرا بالتحدي والإثارة والمتعة. ما شاء الله تبارك الرحمن الانطلاقة والتحدي. ولكن شواهين راشد بن سعيد الاخديعة حسمت الامر وعنت السيطرة على هذا الشوط لتكون حاضرة هي بمقدمة الشوط ويكون مع ختام مسك اصواتنا لهذا الصباح. تهانينا والناموس لمالك شواهين راشد بن سعيد الاخديعة. تهانينا والناموس لك على هذا الاداء. المركز الثاني المركز الثاني وصلت جمالي محمد بن زايد بن كروز. المركز الثالث وصلت فيه نجيل لكاظم بن علي بن حمد البيان. التوقيت الزمن دقيقتين 16 ثانية 3 إلى من الثانية. تهانينا الناموس شكرا لمكتب المعجزة نادر بقيادة علي فانح دائما خلف مصطفى الخير في بداية التحضير. شكرا لمهندس صالح حسن خلف كاميرا المعجزة نادر. شكرا لمكاشف من داخل عرضة الإذاعة كان معكم طيب المكرمون عبد الله بن سلمة. تحياتنا محترمة.